أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى
جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.